نرجع بقى للي هي المريض اللي بتأثر، مين انهي مريض او مين الشخص اللي مش مريض بقى، مين الشخص اللي ممكن يجي له قصور في الشهيه التاجيه؟ قلنا الاعراض ان هو ما يقدرش عليها، تمام. اللي هو السن، ان هو راجل مش ست، ان هو يكون على حاجه في العيله. نيجي بقى للحاجات اللي ممكن نتحكم فيها، ان هو يكون عنده سكر، ان هو يكون عنده ضغط، ان يكون بيشرب سجاير كتير، ان يكون بياكل دهون كتير، ان هو يكون جسمه مليان. دي حاجات هو يقدر يتحكم فيها، ما السكر يتظبط، الكوليسترول يتظبط، الضغط يتظبط، نوقف السجاير، نلعب رياضه كتير، تمام. نغير اللي هي بنسميها في المجموع بتاعها اللايف ستايل موديفيكيشن، اللي هو يغير نظام حياته. اللي ما بيقدرش يمشي يمشي، لازم الانسان الطبيعي يتمشى يوميا نص ساعه على الاقل. ساعات النوم ممكن تأثر على طبيعة عمل القلب والشرايين. هي الدراسات ما قطعتش فيها، انما هو مثلا في حاجه كلام جديد دلوقتي عن الضغط، ان الانسان اللي ينام بدري زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان احنا ننام من بعد العشاء، ده احسن نوم في الدنيا. وطبعا كلنا ما بنعملش كده، بس هو ده احسن حاجه، وفي ناس كتير جدا ضغطات ظبط من غير علاج لو عملت كده. ده الكلام الجديد في الموضوع ده. الحاجه التانية اللي ربنا يعني سبحانه لو وتعالى نام عملها لنا بعد ما يصلي العشاء مثلا ساعه اتنين بالكتير وركعتين وتنام. قيام مثلا وبتاع وينام، يقوم مثلا على الفجر او قبل الفجر بشويه، ده يظبط الضغط عنده. يظبط الضغط. الحاجه التانية بقى المفاجاه اللي اكتشفت دلوقتي في صلاه الفجر، ان انت دوره الدهون بتكتمل، تكوين الدهون في الجسم بتكتمل في ساعه الفجر. لو انت صحيت ساعه الفجر تصلي، تتكسر الدوره دي والدهون ما تتكونش تضرر في جسمك، اللي هي ال LDL اللي هو الدهون منخفضه الكثافه. عشان كده الناس اللي اللي هي هي فيها خطورة الناس غير ال الغير مسلمه HDL. دلوقتي، ال HDL، الناس الغير مسلمه دلوقتي بره بيصحوا ساعه الفجر، يتمشى في الشقه ويرجع ينام تاني. يتمشى في الشقة. احنا نقوم نصلي. طبعا. سبحان الله. سبحان الله. طبعا. سبحان الله العظيم. فدي العوامل اللي احنا اعتقد ان استاذ عبد الله الاولاني ومدام رشا 32 سنه، سواء كان راجل او ست، ده مش سن خالص للقصور. يعني عبد الله ممكن يكون، او الوجع اللي هو بيشتكي منه بقول لك شكه، ده مش وارد اصلا انه يكون قصور شرايين تاجيه. ست كل اتصلت مدام رشا بتقول ان انا عندي نغزه في صدري برضو، دي هو الدكتور شخصها في الغالب زي ما هو شخصها كده صح، ان هو التهاب في الرئه. هو مش التهاب في الرئه قد ما هو التهاب في الغشاء المبطن او الغشاء المغطي للرئه من الخارج، اللي هو البلورا، الغشاء البلوري. ده بيبقى فيه التهاب يعمل شكه في الصدر وبيبقى متكرر. طبعا ترجع للطبيب بتاعها يطمنها ويوصف لها الدواء ده ومسكن لمده 3 ايام ولا حاجه، كل الاعراض بتاعتها ده تختفي. الاخ اللي هو بيجي له نغزه في صدره وهو طالع السلم، يفضل ان هو يستشير طبيب برضه، وعشان خاطر ان هجمش الوجع في صدره يفضل ان هو يعمل ايكو علشان يطمن. تمام. دكتورنا بقى لو رجعت بسرعه لاصل الموضوع بتاعنا، قصور الشرايين التاجيه، واتكلمت على الاعراض، اعرف منين ان انا عندي مشكله شبيهه بموضوع قصور الشرايين التاجيه، واروح للطبيب امتى؟ بص حضرتك، هو في حاجه مشهوره قوي وفي حاجات مش مشهوره قوي. يعني الحاجه المشهوره قوي في المريض بنسبه 80 90% من المرضى بيجوا بالم في الصدر. الم الصدر بتاعنا ممكن يجي بصفه مزمنه، يعني يقول لك انا كل ما بمشي في الشارع بيجي لي الم في صدري. هنقول مواصفات الالم ده. ده مريض الذبحه الصدريه، يقول لك انا اول ما بمشي بحس بالم هنا كده في الحته دي، مفيش هنا يا جماعه، وما هوش شك ده الم تقل. حرقان، يقول لك انا حاسس ان في حاجه دايسه على صدري، حاجه صدري بيتقطع، حد في قالب، في ناس تقول لك كده في قالب طوب على صدري. فده الوجع بتاعنا، انما النغزه الشكه اللي في المنطقه دي لا، الالم بتاعنا بيبقى هنا، بيجي في الصدر كله كده، بيجي مع المشي اكتر. يعني مفيش بقى الناحيه اليمين والشمال والكلام ده؟ لا لا، نادر قوي لما يبقى الالم بالمواصفات في الشمال هنا او في اليمين هنا، يعني في حالات نادره جدا اقل من 1 في الـ1000. انما الالم بتاعنا بنسبه 80% من الناس بيجي بيشتكي من وجع في صدره في منطقه المنتصف، فارش في الناحيتين، يعني شمال ويمين كده، يقول لك ايدي كده، بيحط المريض، لا احنا عندنا علامه بتقول كده، يبقى المريض عنده قصور في الشرايين. الالم ده عباره عن تقل، عن حرقان، عن حاجه دايسه في صدره، عن حاجه تقل على صدره، حاجه محطوطه على صدره. وفي الغالب المريض ما يقدرش يكمل مشي ولازم يقف، وهو ماشي وجاله الوجع ده بيحس ان في عرق، يحس ان هو دايخ، يحس انه عايز يرجع، يحس انه لازم يقف. وقف المريض، الالم بتاعنا ما بيختفيش في خلال ثانيه، فواحد يقول لك ده الالم جالي في ثانيه ومشي. ده مش بتاعنا. الالم بتاعنا ياخد 5 دقائق ما يختفي، يقول لك انا اول ما قعدت ارتاح اظبط النفس بقى وبتاع وكده والالم يختفي. لا، هو الموضوع مش ظبط الالم النفس، هو الوجع جه منين؟ انا عندي قصور في الشرايين التاجيه، فالدم اللي جاي قليل، فالميتابلايتس اللي هي مواد التمثيل الغذائي بتتكون في العضله، فتوجع في الاعصاب، تحرق في الاعصاب، فتعمل الالم.
اول ما يهدى المريض ويحصل وش او تتغسل المواد دي من العضله الالم بيختفي فيهدى المريض ويرجع لطبيعته. ده 80% من الناس بتشتكي بكده. طيب الباقي ممكن واحد يقول لك انا بيجيلي نهجان شديد، بس مش كل نهجان سبب قصور في الشرايين التاجيه، دي نسبه قليله، احنا بنسميها المكافئ لقصور الشرايين التاجيه. يعني هو جاله وجع، هو الوجع ده جاله قرشه نفس، المفروض يجيله وجع، فدي حاجه زي حاجه المكافئ له. بعض الناس بتيجي باجهاد شديد، ده لو قصور شرايين مزمن. اخد اتصال. اتفضل محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ محمود. انا كنت عايز بس استشير الدكتور ابراهيم في حاجه بعد اذنك. اتفضل معاك. اهلا بيك يا استاذ محمود. اتفضل. ايوه معاك اتفضل. انا كنت بحس بألم في صدري ورحت للدكتور وعمل لي قسطره وقال لي ان انا بعاني من تدفق وطي للدم. من ايه بيه؟ من تدفق وطي للدم. تدفق بطيء للدم. تدفق بطيء للدم. تمام. خلي يا ترى انا حابب احس بالالم ده طول عمري ولا في حل كده؟ طيب حاضر يا استاذ محمود. حاضر. حاضر يا محمود شكرا. طيب دكتور نجاوب محمود ونستكمل الجزئيه. بص يا استاذ محمود، كونك ان انت بيجي لك الم في صدرك ماشي، انت الالم احنا ما نسينا ناخد منه طبعا اعراض الالم، كان هيوصف نفس ما دام عنده بطء في تدفق سرطانات دم في الشريان، هيشتكي بنفس الوجع او هيمشي هيجي له طبقه في صدره كده. ولكن في بقى الناس بتوع بطء سرطانات الدم دول بيبقى عندهم حاجه مميزه شويه، ان الالم بتاعهم هو الالم بتاعنا بس بيكتر عليهم قوي في الراحه. لان ده هو لما بيمشي في حركه الدم بيسرع في الجسم كله، فالدم بيلف بسرعه من في الدوره الدمويه من ضمنها الشرايين التاجيه، فيتحسن شويه هو مع المشي. هو يتعب قوي لما يبقى قاعد، لما الدنيا تبقى ساقعه يبقى مريح خالص يبدا يحس بالوجع ده. طبعا هو عمل قسطره ولقى عنده بطء في تدفق الدم في الشرايين. لو انت متابعنا من الاول يا استاذ محمود، احنا قلنا ان احنا عندنا قصور الشرايين التاجيه ده المسمى الكبير، 90% منه او 95% من اسبابه الضيق وترسب الكوليسترول على شرايين القلب، فبيعمل ضيق في الشريان، فالليومن او التجويف بتاع الشريان بتسد بنسبه 70-80%. حضرتك ما عندكش كده، حضرتك عندك الليومن مفتوح او التجويف مفتوح بنسبه 100% ولكن الدم بيمشي ببطء. ده واحد من ضمن، يعني ده لما نقول واحد ترسب الدهون او تصلب الشرايين او الضيق، يعني رقم اتنين يبقى اللي هو تدفق الدم ببطء يعمل نفس الاعراض. طيب هو انا هعيش طول حياتي كده؟ هو انت ما كنتش طول حياتك كده عشان تعيش طول حياتك كده؟ انت بتعمل حاجه في حياتك يا استاذ محمود هي اللي بتسبب لك ان قصور الشرايين ده يبقى موجود. احنا لحد الان بالطريقه المعينه او الميكانيزم المظبوط اللي هو مسؤول ان الدم يمشي ببطء ما حدش عارفه. ولكن في اسباب وجد ان هي بتزود الموضوع قوي، ولو اتعالجت بتقل قوي. اول حاجه هتلاقي حضرتك ما بتحبش الميه كتير. ده لو حضرتك شربت من 6 لتر ميه في اليوم مثلا، طبعا الدم ده لزوجته عاليه فبيمشي ببطء، هيخف الدم ده خالص، لزوجته تقل خالص، فيبدا يمشي السرايين بتاعه يبقى اسرع. ده رقم واحد. رقم اتنين بقى كارثه، السجاير هي العامل الرئيسي. كارثه ولا مصيبه؟ الاثنين. طيب يعني ايهم اصعب؟ فانا موافقك عليه. فالسجاير في حد ذاتها هي السبب الرئيسي المسؤول والمجرم الاساسي في الكارثه دي. ان الدم يمشي ببطء. لو بطل سجاير وقلل وزنه، شرب ميه كتير وكتر من اكل الفاكهه والخضار وقلل من الدهون ولعب رياضه وعاش حياته، هيرجع طبيعي وبس. في ناس بتدخن على طول يا دكتور وبيقعدوا لحد 80 سنه و90 سنه. ده بعض الناس بتقول بقى الحته دي، الحته دي مهمه جدا. يقول لك انا جدي الله يرحمه كان بيشرب 5000 سجاير في اليوم وفضل عايش لحد، وكان بالليل بيشرب جوزه وفضل عايش بعد الظهر وفضل عايش لحد ما بقى عنده 120 سنه. ماشي، دي اختلافات شخصيه. انا ممكن دلوقتي واحد فينا يشرب كوبايه الميه دي، وواحد يقدر يشرب 3 كوبايات ميه. او بمثال اصغر، 4 اشخاص واقفين وجي واحد ضرب كل واحد قلم، الاولاني ضحك وما جرالوش حاجه، التاني قعد شويه، الرابع وقع ماسوره، الخامس مات. هو نفس الشخص والقلم بنفس القوه، والاربع اشخاص هم ونفس الخد اللي اتضرب عليه. كل واحد واحتماله، ما تقدرش نقارن شخص بشخص بشخص. انا ماليش دعوه، انت دلوقتي بتشرب سيجاره اتبهدلت، هتقول لي جدي كان بيشرب 50 علبه في اليوم وما جرالوش حاجه، انا ماليش دعوه. انت احتمالك ايه؟ انت اللي قاعد قدامي دلوقتي احتمالك ايه؟ ما تقارنش نفسك، انت على بعضك عالم لوحدك، مفصول عن اي حد تاني، ما تتكلمش على حد تاني، ما تنسبش لحد تاني، اتكلم عن نفسك. انت بدات تتعب من السجاير، خلاص الموضوع منتهي. مش بدات تتعب، انت مش مطلوب منك تشرب سجاير اصلا. انت بتعمل حاجه غلط وجاي تحاسبني تقول اصل جدي كان بيعملها وما جرالوش حاجه. انت مالكش دعوه، انت عيش حياتك، انت عيش صح.
اتغذى صح، العب رياضه، ما تاكلش اكل ضار، كتر من الفاكهه والخضار والميه والمشي الكتير، ما تشربش سجاير تماما، باذن الله يبقى عمرك مديد. يعني رد مقنع، لان انا بتسال الكلام ده كتير، يعني حتى بعمل حلقات خاصه اختلافات شخصيه دي وارده في كل حاجه. طبعا طيب دكتورنا، انا يعني سريعا بس عايزين نعرف القسطره بقى، والقسطره التشخيصيه او القسطره العلاجيه دورها ايه في حل مشكله القصور الشريان التاجي؟ بص، احنا لما بنيجي نتكلم عن وسيله تشخيصيه حضرتك دكتور، بنتكلم عن الوسيله اللي هي الجولد ستاندر، اللي هي يعني اللي هي المقاس الذهبي، اللي احنا ما فيش فيه مفر. يعني انا مثلا لما تيجي تقول لي رسم القلب يقدر يشوف القصور الشريان التاجيه بنسبه كام، مثلا رسم القلب هيقول لك 30%. يعني معناها يعني لو جبت 100 شخص عندهم قصور في الشريان التاجيه ودخلتهم القسطره، القسطره هتجيب ال 100 عندهم قصور في الشريان التاجيه. رسم القلب هيجيب 30 منهم بس. طب رسم القلب موجود يجيب 70%. طب المسح الذهبي يجيب 90%. طب الاشعه المقطعيه تجيب 95%. انما الجولد ستاندر اللي هو المقاس الذهبي لما يطلع ما فيش فيه حاجه يبقى خلاص هي القسطره. فالقسطره هي الكورنر ستون او حجر الزاويه اللي احنا نقدر نقول لما اعمل للعيان قسطره خلاص انا اقدر اثبت بما لا يدع مجال للشك ان العيان ده عنده قصور او ما عندوش قصور. عنده ضيق ولا ما عندوش ضيق؟ هو ممكن العيان يبقى عنده قصور وما عنده والقسطره سليمه، زي ما قلنا بطء سريان الدم، اللي هو البريدج ان العضله، الحاجات دي كلها. اتصال سريعا كده. صالح، السلام عليكم. السلام عليكم. انا يا صالح، اتفضل معاك دكتور سريعا. انا يا دكتور انا عندي عملت تحاليل وكل حاجه، تحاليل دم وكل شيء، بس عندي نسبه الهيموجلوبين 16. الهيموجلوبين 16. وبيجيني زي ما تقول حراره في رجلي من تحت و الف سلام عليك يا صالح، حاول ترجع بسرعه لان يعني ما فيش وقت. طيب دكتور، هل نقدر نفيده باي حاجه؟ طبعا اللي هو الهيموجلوبين 16 ده ما فيش مشكله. ما فيش مشكله. ما فيش مشكله خالص، هو لحد 17 اكسبتد. ولكن هو لو ما بيشتكي من بيقول سخونيه في رجليه، هو لو فعلا، بس اهم حاجه نستبعد ان الهيموجلوبين ده، ما هو بس المفروض يستشير طبيب يشوف الهيموجلوبين ده فعلا طبيعي وطبيعته كده وكان عامل صوره دم قبل كده وما فيش مشكله، ولا هو عنده مشكله في التنفس زي ما انت حضرتك عارف، عمل له سكندري بوليسيسيميا. ممكن يكون عنده حاجه عيب خلق في القلب فهو اللي مزود له الهيموجلوبين، بس 16 اكسبتد جدا ما فيش منها لا، الا لو بدا يشتكي لازم يستشير الدكتور. كون ان هو بقى بيشتكي من رجليه من تحت، ممكن تكسير كرات الدم لو هي فعلا اوفر اعلى من 16 ممكن يكون لها علاقه بها. هل ده بيحصل مع حالات معينه مثلا، اشخاص معينه ممكن يبقى عنده دوالي مثلا في الساقين، عنده مشاكل خاصه بالاوعيه الدمويه اللي هي الوجع في رجليه؟ ممكن طبعا تعمل له حراره في رجليه لو هو الدوالي، انما القصور بتاع الشرايين يعمل سقوعيه في الرجل او بروده في الرجل. طيب نكمل بقى حته القسطره يا دكتور كاحد. انا عملت القسطره، يبقى انا خلاص ما دام انا عملت للمريض قسطره تشخيصيه انا اقدر احكم بما لا يدع مجال للشك ان المريض ده ما عندوش دي. حتى لو عنده قصور لسبب تاني اقدر اعالجه. عنده دي هبدا اتعامل معاه بقى. انا دلوقتي لما بدخل على مريض القسطره انا قدامي احتمال، بيطلع عندي احتمال من 5. المريض ده طبيعي جدا ما فيش عنده مشكله، ودي وارده تحصل. المريض ده شرايينه ما فيش فيها ضيق، بس عنده سبب تاني من اسباب القصور زي الاستاذ محمود كده، مثلا عنده بطء في تدفق الشرايين، في تدفق الدم في الشرايين. السبب التالت ان المريض ده او الاحتمال التالت ان المريض ده يكون محتاج دعامات، عنده ضيق فعلا، ضيق بطريقه معينه في شريان في 2 وهيحتاج دعامات. الحاجه الرابعه ان المريض ده يكون عنده ضيق في اكتر من مكان، في اكتر من شريان بطريقه معينه، فالمريض ده محتاج جراحه. يبقى المريض ده محتاج جراحه قلب مفتوح. الخمسة بقى ربنا يعافينا منها، ان المريض دون وعافينا من كل، طبعا ان المريض دون عنده ضيق وشرايينه متبهدله. يعني بقت زي الفتر الصغنطوطه كده، لا نافع فيها دعامات ولا نافع فيها جراحه، وحله الوحيد هو العلاج الطبي. فانا لما بدخل بمريض القسطره بطلع بواحد من الخمسه، ما عنديش احتمال سادس. على اساس ده او ده هيتعالج طبي، ده هيتعالج طبي، هو ده اللي في الكلام بقى. ده هركب له دعامه او دعامتين، الدعامه شكلها ايه، من نوعها ايه، دوائيه عاديه، ده بقى كلام بيرجع لكل مريض على حسب المريض سنه قد ايه، على حسب المريض عنده سكر ولا ما عندوش سكر، على حسب الشريان شكله ايه، على حسب الشريان قطره قد ايه، على حسب الضيق طوله قد ايه، على حسب الشريان دون، الشريان الرئيسي الحته الاولانيه من الشريان الامامي النازل، على تفريعه، العيان ده عنده مشكله في الكلى ولا ما عندوش، العيان ده عنده مشكله في الشرايين الطرفيه ولا ما عندوش، دي بتحكم انا هركب انه دعامه ونوعها ايه. تمام.
الجراحه انا ما اقدرش، ماليش حل في العنده بالدعامات، فانا هحاول العنده جراحه. طيب حد من الزملاء يعني يمكن القسطره بتشخص ده حاجه اوكي وبتعالج معظم حالات مشاكل القلب، لكن هل في وقت من الاوقات مثلا القسطره دي تبقى بديل للقلب المفتوح وتبقى خلاص يعني هي المسيطره على موضوع التدخل في مشاكل القلب؟ يعني احنا كده هنزعل الجراحين. لا ما تقلقش. بص هو يعني من حسن حظنا ومن سوء حظهم ان احنا اخدنا منهم اكتر من 70% من الشغل. وفي اجزاء بتتاخد، ولكن هم ناس محترمين جدا ولهم تواجدهم على الساحه واحنا ما نقدرش نستغنى عنهم. يعني الحاجه اللي لازم احنا جراحين القلب والصدر دول ناس في قمه الاحترام وهم الباك اب بتاعنا. هم اللي في ظهرنا لو جايين جرى حاجه، انت ما تقدرش تفتح قسطره في مكان ما فيش فيه ماشيين قلب. بالمشارط فانت خايف ما مش لا ما بتفضل. هو الموضوع ان هو لازم يبقى في قلب مفتوح في مكان القسطره. انت ما تعرفش القسطره ممكن يحصل مشكله في اي شريان، فهو لازم يبقى في ظهرك يكون جاهز معاك، يبقى جاهز معاك لو حصل حاجه. طبعا الكلام ده ما عادش يحصل زمان، كان الكلام ده دلوقتي مثلا ما بيحصلش بنسبه 1% حتى. بس طبعا احنا ما نقدرش نستغنى عن الجراحين، لازم تامن الموضوع. احنا ما نقدرش نستغنى عن الجراحين. في عيان انا ما اقدرش المسه بدعامات. هو كان زمان مثلا لو انا عندي 100 عيان محتاجين مثلا جراحه، دلوقتي بقوا 20. من 70 ل 80 في الشغل بقى كفايه كده عشان ما اقعدش نزعل الجراحين. وقت الحلقه انتهى، لكن انت ما شاء الله سرقت الكاميرا من ال لا انا تحت. ربنا يكرمك. مشاهدينا الكرام، يعني باسمكم جميعا بشكر دكتورنا الدكتور ابراهيم ياسين مدرس القلب والاوعيه الدمويه بكليه الطب جامعه الازهر. شكرا يا دكتور، جزاكم الله خيرا. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. نلقاكم غدا باذن الله في لقاء اخر من صحتك بالدنيا، ونلقاكم على خير طبتم وطاب لقاؤكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.